دخان وفوضى وسط الحي التجاري في جاكرتا بعد أن فجر انتحاري نفسه. الهجوم استهدف مقهى ستاربكس بالقرب من مركز للشرطة. كنت أقود دراجة نارية، وفور مروري على المكان سمعت دوي انفجار قبالة مركز الشرطة. هرب الجميع ورأيت شخصين ينزفان على الأرض، كما شاهدت المهاجمين فوق دراجتهم النارية ومعهم حقيبة ظهر بعد أن ألقوا القنبلة. بعدها وقعت انفجارات أخرى في أنحاء مختلفة من العاصمة، وتحدثت الشرطة عن 6 أماكن. السؤال الآن، هل هرب المهاجمون أم كانت هذه تفجيرات انتحارية؟ وهل هناك رهائن؟ الشرطة طوقت وسط المدينة، وقام القناصة بتأمين المنطقة أثناء تمشيط الشرطة للمجمع التجاري الذي به دار سينما ومركز للتسوق، بعدها بقليل تبادل لإطلاق النار. في أعقاب ذلك ادعت الشرطة أن الأمور تحت السيطرة. سلسلة الاعتداءات في قلب جاكرتا تمثل صدمة للبلد المسلم، وأجبرت الرئيس على قطع رحلته والتوجه لمكان الحادث. علينا أن لا نخاف وأن لا نسمح لمثل هذه الأعمال الإرهابية أن تهزمنا، وسنعمل على إعادة الأمور لنصابها من جديد. التحذيرات الاستخبارية دفعت إندونيسيا في ديسمبر الماضي لرفع مستوى خطر الإرهاب ووضع شرطة إضافية لحراسة المباني الحساسة، إجراءات فشلت في منع الاعتداءات على جاكرتا.